عند هدف ثاني ينهي الأمور. هنا ممكن ركلة جزاء، ركلة جزاء للمنتخب الكويتي، يشير لها حكم اللقاء المغربي جيد الضواني بركلة جزاء السفري، السفري اللي حاول وحكم اللقاء يقول لا نقاش، والكويت أمام هدف خلاص، أمام هدف خلاص، يقول للنشامة جايكم جايكم يا النشامة. شوف تابع ركلة الجزاء اللي كان فيها التدخل الأخير من السفري، واللي احتسبه حكم اللقاء ركلة جزاء للمنتخب الكويتي. انذار لمن؟ انذار لتميم الدوسري، بطاقة صفراء على تميم الدوسري لاعب نادي الشباب. إذا ركلة جزاء هي لو سجلت انتهت الأمور على المنتخب السعودي أن يسجل ثلاثة، لا أقول أنها مستحيلة، ولكن قد تكون ضربا من ضروب الخيال لو سجل المنتخب ثلاثة. المنتخب السعودي في مبدران أمام الشيعان هنا في لقاء المجموعة الثانية، في لقاء المتصدر. هل يلحق الكويت السعودية بعمان بهدفين؟ بدران وشيعان، بدران على التنفيذ، جول، جول ثاني، جول ثاني للمنتخب السعودي. بدر المطوع يأتي بالهدف الثاني من ركلة جزاء أمامك تسبب بها السفري وسجلها بدران. بدر المطوع يسجل الهدف الثاني للمنتخب الكويتي، هدفين مقابل لا شيء كما هو الحصيلة مع المنتخب العماني. انذار لبدر المطوع، انذار لبدر المطوع. إذن مع الهدف والانذار مع الدقيقة 85 بدر المطوع يستفسر. لم نشاهد ماذا حدث ما بين بدر المطوع، بينما هنا حديث ما بينه وما بين تميم الدوسري، وانذار وبطاقات تستمر وتستمر وتستمر. هنا الانذار طبعا لتميم اللي اعترض على ركلة الجزاء، وبينما البطاقات الان